ده المفروض ان هو مول اللي هو اكوا فلوريا، اسمه مول اكوا فلوريا. اكوا فلوريا عامل فود كورت هناك، فود كورت، وعامل الممشى ده او المدرج ده صراحة عشان الناس ايه تتفرج على البحر وتشوف منظر الغروب ده على بحر مرمرة. ده كده، ده بحر مرمرة في اسطنبول. الناس بتفكر يعني هي بتقدر تستغل كويس قوي المكان وتقدر يعني تطلع منه فلوس. يعني المستثمر بجد هو مش هيندم خالص خالص لما يحط فلوسه في المكان اللي زي كده. شوفوا كمية الناس، شايفين الناس. عامل المول هنا ورانا، المول، وبعدين بعديه طبعا ايه اماكن للكافي والحاجات ده، وبرضه هنا اهو هنا ده كده، ده مكان برضه فيه بيقدم خدمات برضه، حاجات تيك اواي ومشروبات وحاجات زي كده. حاجه جميله قوي، حاجه كويسه قوي، وحسن استغلال للثروه الطبيعيه. اي حد ياخد باله بيجي اكوا فلوريا مول، وبعديه الايه اكواريوم اسطنبول او اسطنبول اكواريوم اللي بعديها على طول هنا، يعني هنا كده قدام شويه هيبقى فيه الاكواريوم. هما الاثنين لازمين في بعضيهم، ولهم كمان مدخل تقدر تتحرك من ده لده، وتقدر تستمتع بالجو الجميل والهواء المنعش صراحة. في جو حلو قوي، والهواء حلو قوي، هواء نظيف، هواء له طعم كده، وهو له حاجة كويسة كده. خدوا برضو فكرة عن المكان وشوفوا برضو، ان شاء الله هيعجبكم بإذن الله.